استاذ محسن اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا استاذ يوسف. اهلا بيك يا فندم. اشكرك للسماح لي للمداخله. لا ازاي يعني ده حقك. الله يخليك. ازاي ربنا يخليك. اولا الاول انا عايز اعلق على العقد الاولاني اللي هم بيقولوا وقعوه مع السيده ام كلثوم. ايوه. اللي هو سنه 64. ايوه. العقد ده طالما عرض على المحكمه واقر اقرارا امام المحكمه بفقدانه اصبح والعدم سواء. لا اصبح والعدم سواء. الحكم في حكم محكمه بيقول كده. طب واذا وجدت نسخه من العقد السيده ام كلثوم. لا ده انا مش بخترع يا استاذ يوسف. استاذ يوسف انا مش بخترع، انا بقول حكم المحكمه. السادة ورثة أم كلثوم رفعوا قضية على صوت القاهرة قبل شرائي يطالبوهم بوضع هذا العقد الذي يدعون فيه أن مورثتهم وقعت عقدا مع صوت القاهرة، وطلبوا من صوت القاهرة أن تلتزم بوضع هذا العقد في المحكمة حتى يطعنوا عليه بالتزوير، وتداولت الجلسات. فتاني جلسة تالت جلسة حضر مندوب صوت القاهرة وأقر أمام القاضي في قضية رقم 1715، أقر قدام القاضي أن هذا العقد ليس له وجود. فالمحكمة حكمت بوقف القضية لعدم وجود العقد، ولحين ظهور العقد مرة أخرى يحق للورثة الطعن عليه بالتزوير. طيب هذا حكم القضاء. هنا سؤال صغير أستاذ محسن بعد إذن حضرتك. أقر بأن العقد ليس له وجود ولا فقد العقد؟ لأنه لو فقد العقد ووجدنا منه نسخة ليس له وجود في الشركة. ليس اصل العقد ليس طبعا انا معايا الشركه كلها هنا، هو دكتور ناديه موجوده معانا. يحطوه في القضيه يا استاذ يوسف، يحطوه في القضيه. خليني اكمل. يظهر القضيه، احنا القضيه ما بيننا مفتوحه. انا عايز بس اخد منكم اقرار انه لو موجود انتم موافقين عليه. طيب استاذ محاكم النص تحلت او عدم وجود اصل المستند، وفي حاله جحته فهو والعدم سواء. والاستاذ محمود محمد حسام لطفي قاعد ويؤكد على هذا الكلام، ان العقد طالما ليس موجود اصله وجحده الخصم اصبح والعدم سواء. ادي اول واحد. اوضح المعلومه قانونيه. طيب كمل يا فندم. كمل يا محسن بيه. كمل يا فندم. العقد الصلح ده يا استاذ يوسف. ايوه. اللي احنا عملناه هتلاحظ في البنود بتاعته ان احنا ما عملناش عقد استغلال جديد لشركه صوت القاهره. لما طلب مني من الاستاذ ابراهيم العقباوي، وانا بقول وهو حي يرزق، وطلب مني من الاستاذ انس الفقي وهو حي يرزق، وطلب مني في اجتماع مشترك، الاسماء دي كلها في اجتماع مشترك وهو حي يرزق، والاستاذ اسامه الشيخ كان رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون وهو حي يرزق. والعقد ده كتب في مكتب اسامه الشيخ، قالوا لي اعمل عقد استغلال لشركه صوت القاهره بعد ان اشتريت. قلت لهم مش هعمل عقد استغلال، هحط بند في العقد ان شركه صوت القاهره تستمر في الاستغلال طبقا للعقود اللي كانت موقعه بينها وبين ورثه السيده ام كلثوم. ليه؟ علشان ما نختلفش مستقبلا. فهتلاقي البند بيقول استمرار شركه صوت القاهره في الاستغلال طبقا للعقود المبرمه مع الورثه. طيب انا هستاذنك استاذ محسن ان انا هسمع رد هذا من العقد. هذا العقد كمان احنا خدنا حكم بفسخه. لا مش ده عقد الصلح مش ده. لا في عقدين يا فندم بنفس التاريخ واستاذ محسن عارف اتعمل في عقدين يعني عندنا العقد اللي اتفسخ وكاله بالعموله هيبان دلوقتي. حطه يا فندم. القاهره بمبلغ 1.5 مليون وتم سداد. ايوه ده فسخ. كنت وكيل بالعموله يا استاذ محسن. لا عموله. اقرا لا نقراه يا ريت استاذ يوسف. يا ريت تقرا البند العاشر. انا هقرا البند العاشر في العقد اللي فسخ. هقراه يا استاذ محسن مع حضرتك بس.